شو خيي؟ صافا؟ بعتذر على المشهد الدرامي البايخ اللي حضرتكم اياه، بس ما بعرف شو صار لي جوا. طيب اذا قدام اهلك ما حتفشخلك، قدام مين لك انا بدك تفضفض؟ عادي. خلص اختي ام فاين، هلا فوت بعتذر من ابني. والفا فراس، ما فيك تضلك لايمه على شيء هو ما تسبب فيه. ايه بس مش عم بقدر انسى هذيك النهار اللي حطلق فيه الصوره بوجهي وكانه انتصر. كان كل همه يفرجيني انه هو معه حق. وانه طمارة مش الي. انا كرهته لانه طلع معه حق. فراس حط هالقصه ورا ظهرك بقى، ما خلصنا. ما تطلع على حالك قديش شاب حلو، كل بنت تتمنى عليك، ما عم بفهم. خلي ثقتك بنفسك عالي بقى. خلص خلص بعرف. ولا شو بتعرف يا محتال؟ هلا المهم انت خبريني انه كيف شغلك مع بيي؟ عم بيهلك لك راسك طلبات غريبه عجيبه؟ بصراحه اذا بتحط ايدك معه بيكون احسن بكثير يعني. خلص اتركي علي، رح طلع لك اياه نايب على ذوقي انا مش على ذوقه هو. دخليك؟ شو اسمه هيدا خصمه اللي قاتله؟ وليد غصن. شو وضعه هيدا؟ انه شو بنعرف عنه؟ ما كتير قصص. بكره انا بعرف، الا ما يكون عنده شي نقطة ضعف نقدر نحاربه فيها. والله كيف رجعت ابن شاب فجأة، مش عم صدق شو عم بسمع عن جد. بتعرف شغلة؟ شو؟ I missed you. I missed you more. يلا.